مشاهدون قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة الحي الحسني. كنتواجدوا فرياد الولفة. هذا الدري هذا اللي في عمره 7 سنوات اختفى في ظروف غامضة، والأم ما عرفاش واش مخطوف واش غير خارج دوز شي دراري. المهم هي لحد الآن ما عرفاش، بغات توصل الصوت ديالها لجميع المغاربه باش اللي شاف هذا الولد هذا وتعرف عليه يربط الاتصال بالدائره الامنيه، يصوني على البوليس 19 او يصوني على الام. الدري في عمره 9 سنين مشى البارح، ولحد الان مازال الام كتقلب عليه، وخارجه في الحي الحسني دابا حاليا كتقلب عليه، واللي شاف هذا الولد وتعرف عليه يصوني على الام او يصوني على 19. اختي السلام عليكم. السلام ورحمه الله. قربين قربين. السلام عليكم. الله شنو وقع لولدك؟ تعاودي لي. ولدي انا البارح كنت في الخدمه، واللي جيت وصلت للدار مورا العشاء ولقيته ما كاينش، واللي سولت قلت له فين هو، قال لي راه مشى، ملي مشى للمدرسه ما جاش. وقلت يمكن يكون عند صحابو دابا يجي. الدري ديال 9 سنين غيمشي عند صحابو غير بينه وبين، يعني كيجلس تيجلس على 10 هكاك ولا 10 ونص كاع، الا تعطل كيجي حتى ل 11 يجي، ما كيمشي حتى شي بلاصه. صافي قلت صافي خليها، خليت ليه العشاء ديالو، قلت بلاتي شويه نتسنى، الا ما جاش نخرج نقلب عليه. واخا ولدك واش كضربيه كتعن فيه كديري ليه؟ لا ما كنضربوش، ولكن الا درت شي حاجه قبيحه ماشي شي ضرب نيت ولا شي حاجه، راه كتعرف الام ضروري ماشي علاش. واخا امتى مشاو ليه ومعاش مشاو؟ شنو خرج لابس؟ اش لابس؟ لابس شي سليب وسروال كحل. سليب وسروال كحل. وخرج مع 8 ديال المدرسه، ليا الصباح لقيت اللي كيمشي ولا المدرسه ما مشاش للمدرسه، حط شكارته على الباب ديال الدار ما مشاش. مشى من تما من تما ما بقاش رجع، يعني ما جاش. مشى عند شي واحد في العائله؟ شي لا العائله ما مشاش عندها، حيت العائله ما عنديش انا، كاينه العائله بن جديه ما كايناش انا، ما كيعرفهاش كاع، ما عارفش فين جاب. واخا اختي وخرجت قلبت مع 11 ونص. واه ولا يكون الا ما كيعرفش ولا جداه ولا لا ما كيعرفش، ما كيعرفش الاب ديالو لا ما كيعرفش. صافي خرجت انا قلبت هادشي علاش خرجت قلبت ما لقيتوش. وصلت فين ساكن تيكون؟ واش غادي نقول لك ما عنده حتى شي حاجه، يعني شي حاجه نشك فيه ما عرفت. وخلاص كتعرف هاد الوقيته خايبه شويه. واش عندك تحسي حساب مع شي حاجه؟ ما عندي حتى شي حساب انا مع حتى شي واحد، ما عنديش عائد الطرارات الاول عندك؟ واه ما عندي حتى شي حساب انا، بالعكس درويشه مع الناس كامل ولا حتى العائله. ما تلقاش عندي المشكل. ولدك هو اللي عندك؟ ولدي اللي عندي هذاك مع راجل اخر. وهاد الدراري جوج مع هاد الراجل. سميتو ولدك؟ سميتو انس واصل. شنو بغيتي تقولي لي؟ واه كنتمنى انا الا شافوا شي واحد يتصل بي انا ويتصل بالناس التي في ولا البوليس. انا خرجت مع 11 ونص كنقلب ما لقيتوش، ملي لقيتوش مشيت للدار الحمراء ديك راه عارف فيها خلعت ضروري. ما عمرو دار بحال اللي ما عمرو وقعت ليه نهائيا، اللي ما عرفاش دابا واش وقع ليه شي حاجه. هادشي علاش انا خرجت كنقلب، ما عرفاش شنو وقع ليه، واش مات ولا عاش، اللي شافو يعلمني. اصحابو اللي كيمشي عندهم فين كاينين؟ كاينه كلشي حداه، سولتهم قلت لك ما شافوش. ما شافوش؟ لا قالك ما شافوش، حتى هاد العشيه اللي سولتك كيقول لك شفناه هنا هنا، ولكن داكشي ما منوش. واخا مؤخرا واش كان كيهضر لك على شي يطلع لطنجة ولا يطلع؟ لا عمر خرج برا الكازا. لا واش كان كيفكر زعما كيهضر من طريقة هاد الهضره ديالو؟ لا ما كيهضرش على الطريقه، ولكن كيقول لك انا بغيت نخدم. هادشي اللي هو كيقولها لك؟ كيقول لك انا بغيت نخدم، ما بقاش بغيت نقرا. 9 سنين؟ 9 سنين. كيقول لك شنو كيقول لك؟ كيقول لك بغيت نخدم. الدري ديال 9 سنين هادشي اللي كاين، ما غاديش نزيد عليك شي حاجه اخرى، هادشي اللي كاين. قلت انا باغي نخدم الوالده باش نعاونك شويه، كنقول لها انا باقي صغيره خاصك تقرا. هو بغى يعاونك؟ هادشي اللي كاين، قال لك انا غنعاونك الوالده غنخدم. قلت لها انت باقي صغير تتكبر شويه وهاديك الساعه خدم. ايوا هادشي اللي كان معمر. واش تقولي للمغاربه دابا اللي شافوا ولدك؟ واش غادي نقول لك، انا كنتمنى اللي شافوا يتصل بيا ويتصل ب شتي بي ولا البوليس يعلمنا. راه قلفت عييت ما قال ما نقلب. قلتي لي بانه ما كانش كيمشي للمدرسه، كيقول لك انا غادي للمدرسه. هادشي اللي كيقولوا لي الناس، قالوا لي ما كيمشيش. انت شدي عندك التصويره دابا باش يعرفونا. كانوا كيقول لك بانه راه غادي للمدرسه وهو ما مشاش، هزي التليفون عفوا. هو ما مشاش. اه كيقول لي غادي للمدرسه وما يمشيش، حتى كيلقاو لنا الشكاره على برا ويجيبوها لينا. خو علاش ما كنتيش كتراقبي ولدي؟ ماشي ما كنراقبوش، حيت انا خدامه ما عندي ما ندير، عندي مسؤوليه ما كانش كندير. هادشي علاش. فاش خدامه؟ خدامه في مسمي. مسمي فين كتخدم؟
المعارف. المعارف هذا الصنطة خلاص شوية بعدها ما شوية 500 درهم. 500 درهم بالسيمانة وكنحط جوج دراري عند المربي كنغسل عليهم 4000. هو كيبقى هو كيخدم هكاك البريكولات اللي كيخدم كيعاون في الصاير شوية. شكون هذا؟ راجلك؟ راجلي كيخدم بريكولات. اه بريكولات. والولد واش راجلك الثاني كيعاملو شي معاملة خايبة؟ لا بالعكس مرة ضارب معايا ما عمر عليا هادي. كيحسبو بحال ولدو؟ كيحسبو بحال ولدو. لكن شنو اللي خلى ولدك يطج ويمشي؟ ما عرفتيش فين مشى. هادشي اللي ما عرفتش انا ما عرفت داكشي علاش خرجت انا كنقلب. خايفة على ولدي؟ خايفة على ولدي وطلبت السيدة عطاتني نمرتكم وعيطت عليك. بغيت يجي لعندي؟ ما عاد خرج. قال الله يرحم ليا الوالدي. ما عاد خرج البارح؟ خرج معايا 8 ديال الصباح ديال المدرسة. ما رجعش. دابا ما رجعش. مشيت عند البوليس. مشيت عند البوليس للدار الحمراء. مشيتي للدار الحمراء. مشيت للدار الحمراء وديكلاريت مشيت حتى 6 الصباح. ديكلاريتي عندهم. ديكلاريت فيهم. ومازال ما باش تقول. لا ما بانش. قال لي إلا لقيتيه جيبوه. وما لقيتيش حاولي تدوري مزيان تتلقيه. ما لقيتيش هذا جي عاوتاني ديري ديكلاريسيون باش نخرجوا حنا نقلبوا عليه. يعني هادشي البارح مشيتي البارح؟ هادشي البارح بالليل مشيت حتى 6 الصباح. ما بانش الولد والو. لا ما بانش. وخرجت اليوم كنقلب. كلشي سولت الجيران سولت. حاليا كتقلب؟ اه حاليا كنقلب. مازال دابا عيد غنمشي نقلب عاوتاني ضروري. والو ما عرفتيش فين؟ لا ما عرفتش. هادشي علاش كنتمنى الا ان شاء الله يعاونو دوني اللقاء. الله يرحم ليكم الوالدين. قال لك راه قلب شي واحد هنا. قال لك راه قلبنا خالتي مع مهدي. مع مهدي الموتشو اللي كيما لقيناهش. ايوا. قلبوا معاك شي دراري ولا قلبوا؟ اه. ما خلاو فين قلبوا ورجعوا قالوا ما كاينش. ما لقاوش والو. واش يكون خطفوا شي واحد ولا؟ والله العظيم ما نعرف. هذيك اللي ما عرفتش. لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوان كنتمنى على أنكم تبارطاجيو هذا اللايف باش اللي شاف هذا الوليد سميتو قلت لي أنس واصل. أنس اللي كيعرف هذا الوليد عافاكم واللي شافو تعرف عليه يحاول يربط الاتصال برجال الأمن النمرة 19 يصوني على النمرة 19 ما غتخسر والو. غتقول لهم الوليد اللي سميتو أنس شنو؟ أنس واصل. أنس واصف اللي سميتو انس واصف عمرو 9 سنوات واللي دارت الام ديالو ديكلاراسيون البارح في الدار الحمراء راه كاين في بلاصه فلان فلانيه. عاونوا هاد السيده الله يرحم ليكم الوالدين اللي شاف هاد الولد اي بلاصه محطه ولاد زيان طنجه اي مدينه شافوا هاد الولد اتصلوا برجال الامن. قولوا لرجال الامن بان الوليد اللي سميتو انس واصف اللي في عمرو 9 سنوات اللي دازت الام ديالو في شوف تيفي كتقلب على ولدها ودار ديكلاراسيون في الدار الحمراء راه كاين في بلاصه فلان فلانيه غادي يجيو عندكم في البلاصه البوليس ما غيتعطلوش عليكم في البلاصه غادي يجيو عندكم. صوني على 19 وقول لهم الوليد اللي كتقلب عليه مو سميتو انس واصف راه كاين في بلاصه فلان فلانيه غيجيو عندكم في ما كنتو ما كنتو غيجيو عندكم. الله يرحم لكم الوالدين. بارطاجيو هذا اللايف الناس ديال الحي الحسن يديروا خدمتكم لي باج لي جروب ما بيناتكم يعني بارطاجيو هاد الصوره بارطاجيو هاد اللايف باش اللي شاف هاد الوليد وتعرف عليه يربط الاتصال برجال الامن النمره 19 غيجيو عندك على الفور. الام مسكينه راه كتبكي من البارح وهي كتبكي خدامه غير في المسمن كتصور غير 500 درهم في السيمانه 200 درهم ديال الحضانه ديال الوليدات و 300 درهم يلا كتكافى مع الكره مع الحوايج ديالو مع مصروف مع بزاف الحوايج. يا ربي تلقاه ويا ربي تيسر الامور. كنتمنوا على انه ما تكونش واقع عليه شي حاجه خايبه. راكم عارفين الوقت دابا خيابت رجال الامن راه حتى هما دايرين مجهودهم راه كيقلبوا على هذا الوليد. يا ربي تلقاه ويرجع بخير وعلى خير الحضن الام ديالو لانه باقي صغير 9 سنين كيقول لها بغيت نخدم باش نعاونك ماما لحقاش ما عندكش. الدري في عمره 9 سنين وباغي يخدم باش يعاون امه لحقاش ما عندهاش. نشوفوا الرجوله ديال الدري هذا. الله يرحم لكم الوالدين اللي شافوا عافاكم وتعرف عليه يصوني على الام يصوني على الام. الام راه مسكينه ما قادره تصبر راه خارجه دابا لقيتها كدور هنا في الحي الحسني كتقلب على ولدها. الله يرحم لكم الوالدين عاونوها تلقاه بارطاجيو غير التصويره مع بعضياتكم
يقدر يكون مشى لطنجة، يقدر يكون جاه الأفكار ديال الهجرة السرية. المهم راكم عارفين الأولاد ديال بابا كل شيء قريب ليهم، التليفون قرب ليهم كل شيء، أن يقدر يشوف شي واحد في يوتيوب ولا في تيك توك ولا في فيسبوك يهضر على هذا الشيء، حتى هو غيقول غنبغي نمشي ندير بحال داك الدري باش نصوفي راسي، ولكن هو راه غادي للهلاك الهلاك الهلاك. الله يدير شي تاويل ديال الخير، ويا ربي تلقى الابن ديالها. دارت ديكلاراسيون البارح في الدار الحمراء عند رجال الامن، ولحد الان راه مازال ما توصلاتش بالابن ديالها. تبقاو على خير.